ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر اندرو في فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى، مش هكذب عليك، اوكي نخش على طول على الفيديو. اوه ده الفيديو طويل جدا. واو اوكي، خلينا نخش على طول على الفيديو، يلا ليتس جو. ده انا بالظبط طبعا وشي غل في المجله، بالي طويل وبيلعب سله، حط ايدك على قلبك، صحبه بتيجي بالمزله. فين المجاز؟ مش بتشبه غير بالنجف، شاف وشوشنا الواد انتبه، لا يوجد بيني وبينكو شبه. هاري مهاري حتى عالهادي، حتى لبناني حتى وانساني، بنزل عن النت اخد لف حتى لبناني. اوكي مش انا الواحد. هاري حتى عالهادي حتى لبناني حتى وانساني، بنزل عن النت اخد لف اجباري، ولذلك مزجتي سعرها في العالي. بلفت النظر لما بدخل الاوضه، نجم بغير الموضه، معايا المدام روسي زي شرابوفا. طب ايه الكلام؟ لا 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 ما سمعتش صوتك، لا ما شطش ولا شوطر، كان على جنب واللعب ساري على كبير. يا اسطى انت ازاي كل ده لسه فاكر؟ ده انا نسيت. انا حاسس ان في لخبطه في البيت هنا. كبير يا اسطى انت ازاي كل ده لسه فاكر؟ اي الحته دي فاكر ده انا جاي، تحس ان هي ملهاش لازمه، فاهم؟ لا اللي هو تحس ان مثلا ناس بتعزف ولا حاجه، واحد من غير قصده فاهم اتخبط في ايديه، فاللي هو بوم انتن فاهم. على كبير يا اسطى انت ازاي كل ده لسه فاكر؟ ده انا نسيت. بغرق وشوشهم في العرق دي ساونا، مره ايوه مره لا دي مزاوله، لو دخلتي دماغي هتلاقي دوله، حاول تحسبها بجد مين الاولى. شغف بطوله في الفيلم ده الهدف، بنزل اغنيه في السبت، كلمه في الظهر من راجل الكرف. لما تحكمش عليا بحاجه وتعمل قاضي، انا مش هقبل الموضوع غير المره دي. ما تحطينيش والنبي في دماغك، انا مش فاضي، وهتتسابوا على الارض لو جيت قصادي. هتتسابوا على الارض لو جيت قصادي. مش هكذب عليك، مش هكذب عليك، شباب جابت زيت، شباب جابت زيت. خليكوا في البيت، خليكوا في البيت، انت اتغشيت. مش عايزه عليك، لا مش زعلان، انت اللي هتزعل مني ودي نهاية الكلام. مش هبذل مجهود بس انا صبور، استناك تجيلي تحت رجلي وهدوس. كل ده وانا اللي فاضل، واخد السكة مراحل، او في المزيكا انت شاطر، بس للأسف مش راجل، بس للأسف بس للأسف انت مش راجل. او في المزيكا انت شاطر، بس للأسف مش راجل. هو بيتكلم على مين؟ انا فاكر ان كان شفت امبارح تقريبا، تقريبا امبارح، ان كان في بيف ما بينه وما بين ويجز، بس ويجز ما بيعملش بيت، فهو ممكن يكون ما اعتقدش. وابي يوسف، هو ابي يوسف كان في بيف، كان حد عليه بيت، او انا الحاجات بتخش في بعضها، مش عارف داخله في بعضها دلوقتي. يبقى عرفوني هو بيسكور مين دلوقتي. اوكي بس للاسف في الشنك، مش شايف المنافسه من العدسه البنك، بقول لك ما تدوسش على اللينك، في الغام جوه اللينك، في الغام على اللاب، في نسوان على الباب، في لايكات على الكاب، بلاش انت بالزيت، لبسك واسع شغلك ضيق، حسيت ادائك كان مزيف، مش بتغني انت بتزيق، عادي حاول تهدى شويه. طب ايه الكلام؟ لا 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 ما سمعتش. انا عايز اعرف هو بيتكلم عن مين؟ صوتك لا ما شطش ولا شوطر، كان على جنب واللعب ساري على كبير. يا اسطى انت ازاي كل ده لسه فاكر؟ ده انا نسيت.
طويل فخرمت الأذن دي بالونة في المخ دي. طويل فخرمت الأذن دي بالونة في المخ. ايه فخرمت الأذن دي طويل فخرمت الأذن دي بالونة في المخ دي. فجوة في الزمن التمن حب رايح إنما النتيجة النجاح أنا طاير في السما. ما بتعرفش تقولها زيي مش بحبك وانتو نسايبي. ابعتك دولة تانية خالص فتقولي في بي ان واقولك اي بي. روح شوفلك ترابس كنت تايب بي انا دوبر انت نايتي ولا ترامب ولا انا ايه. شوفلك ترابس كنت تايب بي انا دوبر انت نايتي انا ذكر انت نايتي ولا ترامب ولا بوتين ولا هتلر هيحموكم من مصايبي. في واحدة عرفها شبه كايلي بتكلمني على سكايبي. بعت صور يا ابني من السخونة باجي افتحها بتهنج موبايلي. تهنج موبايلي صور تهنج موبايلي افتح صورة تهنج موبايلي. بعت عرفها شبه كايلي بتكلمني على سكايبي. بعت صور يا ابني من السخونة باجي افتحها بتهنج موبايلي. السخونة من السخونة بتهنج موبايلي. اكذب عليك اكذب عليك شباب جابت زيت شباب جابت زيت خليكوا في البيت خليكوا في البيت. انت تغشيت انا تغشيت خلاص اوكي. اوكي كويس 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 اوكي. انا الاغنيه في بدايتها انا كنت قلت الاغنيه تبقى فجره فش اوكي. بس تقريبا دي الاغنيه دي قديمه على ما اعتقد صح لمروان موسى 2019 عشان كده البيت مش اوكي او الطريقه بتاعته مش اللي هي مش اللي بتعجبني يعني مش من ضمن الاغاني اللي فعلا عجباني. هي شيراتون اللي عملها اللي مش قادرة تطلع من دماغي ولا وداني ولا قلبي ولا عقلي ولا اي حاجة. الاغنية الوحيدة اصلا سبب ان انا اعمل رياكت هي الاغنية بتاعت شيرتون اوكي. هي مش شيرتون هو انا عشان كنت عملت مكارة على مروان موسى. بس اغنية شيرتون هي اللي عرفتني مين مروان موسى او حبتني في مروان موسى يعني هي تعتبر السبب في الاول في الاخر اوكي. ف جنبها انا مش لاقي اغنية لحتى مروان موسى عملها زيها يعني بصراحة ولا اي حد ما اعتقدش. اغنية دي انا مش عارف هو عملها ازاي. انا الاغنية دي من قبل اصلا من قبل ما اشوفها واتفرج عليها انا حكيتها قبل كده ان هي في ستوري سمعتها واللي هو بوم انا عايز اسمع الاغنية دي. اللي هو احنا عندنا في مصر فعلا في حد بيغني كده فاهم اللي هو كنت مستعجب جدا اللي هو واو واو اخيرا حد بيعمل حاجة حلوة. وعجبني حوار الميكس لان انا بيعجبني الميكس اللي مروان موسى بيعمله فاهم اللي هو نيو سكول بيقولها دي نيو سكول اوكي راب نيو سكول مفروض اوكي. ما علينا ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اقول لكم يلا تشوس.